صباح الخير وصباح الفل، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي صح، حلقة خميسية بامتياز. اليوم رح أكون لحالي، الست رهف عندها ظرف وما رح تكون موجودة معنا، ولكن موعدكم إن شاء الله بحلقة مميزة. Stay tuned، اسمعونا عبر راديو روتانا واحضرونا على شاشة عمان تي في برعاية أورنج وبالاشتراك مع كارفور. طيب اليوم باي ذا واي في عندي سؤال جدا بسيط، ولكن بدي أسمع أصواتكم وأخذ اتصالاتكم على الهواء مباشرة. اللي حابب يفلسف الأمور يفلسفها، اللي حابب ياخدها بفرح ياخدها، اللي حابب ياخدها بحزن ياخدها، لأنه الحياة هي عبارة عن وجهة نظر، كل واحد فينا بيشوفها بطريقته الخاصة وبعينه الخاصة. الحكماء اختلفت آرائهم عندما سئلوا ما هي الحياة. في منهم قالوا إنها الجحيم، إنها الابتلاء، إنها العقل، إنها القوة، إنها الموت، إنها الفكرة، إنها الفن، إنها الحب، إنها المعاناة، إنها المنافسة، إنها الإيمان، إنها المعرفة، إنها الأمل، أو إنها النهايات. أنت كيف بتشوفها؟ إذا بدك تلخص الحياة بكلمة واحدة بناء على تجربتك الحياتية بكل تفاصيلها، إنها شو؟ الشاعرة والكاتبة الأمريكية مايا أنجلو قالت: مهمتي في الحياة ليست مجرد البقاء بل الارتقاء مع بعض الشغف والرأفة والفكاهة والجمال. أنا بأيدها 100%. بناخد اتصال، أول اتصال على الهواء مباشرة. صباح الخير. هلو، صباح الخير. صباح الفل. نوطي صوت الراديو أو التلفزيون يا أستاذ أحمد. الله يعطيك العافية رب. الله يعافيك، شو أخبارك؟ أنا الحمد لله بألف خير وكثير مبسوط إني عم بشارك معك. والله أنا مبسوطة بمليون. الحياة حلوة بس نفهمها، فاهمها يا أحمد؟ والله ما حدا فاهم فيها أي شيء. طب خبرنا، إذا بدك تلخص حياتك بكلمة واحدة شو بتلخصها؟ والله ما نعرف شو بدي أحكي لك، ما في شيء بلخصها. طب اسمع، خلينا حبة حبة. لحظات الحزن أكثر بكثير من لحظات الفرح؟ لا الحمد لله في فرح. فرح حلو الفرح. طيب معاناتك بأين تكمن؟ شو أكثر جانب أنت بتعاني فيه؟ عاطفي، مادي، أسري؟ والله عاطفي، عندي جفاف، وكل الشعب الأردني عنده جفاف. عندك جفاف بكل النواحي. طب أنت مش متجوز أحمد؟ لا والله لسه دورينا على العروس من عندك. طب هاي شو مواصفاتها؟ إيش ما بدك عادي، ما عندي أي مشكلة، أي إشي يعني بمشي كله تمام. كله تمام. يا سيدي اسمع، أنا بدي أقول لك شغلة أحمد. بقول لك دائما، والله هاي مش تعتبرني عم بتفلسف عليك، بقول لك اللحظة التي تسبق بزوغ الشمس هي اللحظة الأكثر عتمة، فبتسكر باب بنفتح 10. مظبوط؟ صح، نعم صحيح والله. الله يخليك، أهلا وسهلا فيك. أنا يا أحمد بدي أحكي لك شغلة بس من خلال برنامجك. بدي أوجه تحية لوالدتي اللي عم تسمعك هلأ، واللي هي عودتنا نسمعك دائما. يا الله، تحياتنا إلها. تحياتنا أم إيش البركة؟ أم أحمد. إحنا مبسوطين جدا إنك تسمعينا، وإن شاء الله دائما يا رب الله بيعطيك الصحة وطولة العمر وبتضلك تسمعينا وتشوفينا. شكرا. والله ريحة الجنة يا ريحة أمي، ربوعتي يا عمري أنت إذا عم بتشوفيني وتسمعيني أموت عليك. اتصال زيد. ألو، يوقع التليفون. ألو، صباح الخير، كيفك يا زيد؟ تمام الحمد لله. وانت بدي اقول لك الله ربي يخليك الست احمد. الله يخليك زيد عليان، كل عام وهي بخير. يا الله انت رائع يا زيد، وان شاء الله ربي تفرح احمد وشوف اولاده يا رب. الله يخليك، يعني هاي دعوه انا بقدرها جدا منك يا زيد عليان. اوش بدي اقول لك، اليوم منظر الحلقه كثير حلو. الله يخليك، شكرا، عزمني وانا ماخذ الحياه هبه من الله. انت يعني انت شخص يعني بتقاتل الحياه بكل شجاعه وبكل كرامه. الله يسعدك يا رب، الله يخليك زيد يا رب وتفرحي فيه يا رب، شوفي ان شاء الله خليتي الشباب يا رب. شكرا يا زيد عليان، تحياتي لك وبنبسط بس اسمع صوتك. اهلا وسهلا. هلا. لاعب كره السله الامريكي لاري براون قال: بعد عام من العلاج قال لي الطبيب النفسي ربما الحياه ليست للجميع. انا مؤمنه بان الحياه للجميع، ولكن كيف نتعامل معها وكيف نسايرها في بعض الأحيان ونعاندها في البعض الآخر هي عبارة عن حسبة، يعني بدنا نتفاوض مع الحياة عشان تعطينا شوي
وتاخذ منا شويات في بعض الاحيان. في كتاب يا جماعه كمان شوي رح احكي لكم عنه عشان تقراوه، عشان تشوفوا كيف انه الحياه مدرسه ممكن الواحد يتعلم منها ويصير من العظماء. هذا الكتاب اسمه عظماء بلا مدارس. بس قبل خلينا ناخذ وداد على الهواء مباشره. صباح الخير يا وداد. الو. صباح الخير. صباح النعناع الاخضر يا ست ناديه. احلى وداد بالعالم، شو اخبارك؟ قلبي حبيبة قلبي، أنت أحلى نادية، أنا بموت فيكي يا روحي، والله الشعور متبادل. ست نادية أنا كتير كتير بحب ألوان البلوزة اللي أنت عم تلبسيها. صح، هيك بتحسيها في ألوان فرفوشة، بتحكي إنه الحياة حلوة بتجنن. الله عليك، ألوان زاهية. أنت بتشوفي الحياة بهاي الألوان ولا بتشوفيها مرات أبيض وأسود، مرات تشوفيها أسود، مرات تشوفيها رمادي، كيف تشوفيها؟ لا أنا بشوفها عن جد أحمر أخضر أصفر يا روحي. ألوان النعناع الأخضر بتجنن، ألوان الياسمين. أيوة برافو عليك. طيب إذا بدك تلخصي حياتك بكلمة واحدة يا وداد، شو بتكون الكلمة؟ الحياة ست نادية هي إنه إحنا كل يوم الصبح نعم ننسى اللي صار مبارح، نتمتع بنور الله. الله عليكي، الله نور عليكي. الله الذي ينبع من داخلنا مش من الخارج. الله عليكي، بقيتي جوا نور الله معمر قلبك، بأدبك، بأخلاقك، بنظافة تعاملك روحك مع الكل. نعم، معناها أنت سعيدة. الله عليكي، أنا بضم صوتي لصوتك. ننسى عفى الله عما سلف ونبلش كل نهار بنور نور الله الموجود في داخل كل واحد فينا. شكرا لك يا ست وداد، دائما يعني اتصالاتك هيك بتبهجني وتسعدني، شكرا لك. كتاب عظماء بلا مدارس، الكاتب هو عبد الله الجمعة، يتحدث في هذا الكتاب عن سر عظمة تقريبا 40 شخصية. الأربعين شخصية ذات مكانة واسم معروف في مجالات مختلفة، السياسة، الاقتصاد، الأدب، التكنولوجيا وغيرها. هدول الشخصيات القاسم المشترك بينهم إنه الظروف الحياتية كانت صعبة جدا لدرجة إنهم ما قدروا يكملوا تعليمهم، يعني ما قدروا يكملوا المسيرة التعليمية في المدارس، حالهم حال البقية. إلا أن هذه الشخصيات لم تقف مكتوفة اليدين ولم تستسلم، تعلموا من الحياة، من تجاربها وخبراتها، حتى صارت إلهم أسماء وقفت على الجانب المنصف من التاريخ. لو تسمعوا هذه الأسماء رح تتفاجئوا، ويليام شكسبير، بيل غيتس، أديسون، عدد كبير جدا من الشخصيات العظيمة المرموقة. لابد من الذكر أن هذا الكتاب لا يدعو إلى ترك التعليم والدراسة، ولكن هو يعطي فسحة أمل للشباب اللي ظروف حياتهم عم بتكون قاسية جدا تحول دون تعليمهم وحصولهم على شهادات. تخيلوا العظمة قد نصنعها بأيدينا من عرق جبيننا. ولاء الحلوة معانا على الهواء مباشرة. صباح الخير يا ولاء. ألو. صباح الخير. صباح الفل. كيفك؟ شو أخبارك؟ أنا الحمد لله، لأول مرة بلقط مع الخط. يا أخبارك؟ عمري من حسن حظي هذا يا ولاء. حبيبتي أنا كثير والله بحبك وبحبها. الله يخليكي حبيبتي. شو ولاء خبرينا، عم نحكي عن الحياة، كيف بتعاندك ولا عم بتعاملك بطيبة؟ والله شوفي أنا طيوبة، بس الحياة حلوة، بس بدنا نمشي فيها، حلوها أمورها، بدنا نمشي فيها. أكيد. طيب أنتي ظروفك كيف؟ ظروف حياتك منيحة ولا قاهرة؟ لا الحمد لله عايشة كويس. عايشة راضية وعايشة. الحمد لله عايشة طبعا، راضية وعايشة. انبسطنا بسمع صوتك ولا. حبيبتي وانت اليوم منورة يا عمري، أنتي النور نورك. شكرا لاتصالك ولا. اتصال آخر. ألو. والله في 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 تفاؤل حبة. أهلا. مرحبا، شو اخبارك؟ تمام، انت كيفك؟ صباح كيف صباح. كيف جبل شيخ الجبل كثير. ايوه شيخ الجبل تحضره. شو اخبارك يا مهدي؟ والله تمام الحمد لله، انت شو اخبارك؟ خبرنا شو اوضاعك. منيح تمام، داحل 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 الامور. داحل الامور، هيني واقف على دحله وحياه الله. خصموا عليك 50% من راتبك ولا كيف؟ ايه. قديش خصمين عليك من راتبك؟ يخرب بيتهم خصمين 5 ليرات عشان قال متأخر 5 ساعات من تنيمهم. الله يا مهدي. إنك قصة. طب اسمع، إذا بدك تلخص حياتك بكلمة شو بتقول؟ خلص وصلت الرسالة. وصلت الرسالة. شكرا يا مهدي. يلا اتصال. ألو. مرحبا. كيفك؟ شو أخبارك؟ شو أخبارك يا علاء من الزرقاء؟ الله يسعدك يا رب. والله انا طالع لعمان، الطريق لعمان، وكان وقت يعني بدايه برنامجك
فوقفت هيك على القش بدي اشتري قهوه. فبفتح الشباك ففي قدام السياره اللي بحكي له معلم قهوه تحت الوسط. فيعني هيك فكرت فيها قلت برنامجك وكيف الحياه. هذا السؤال طبعا متوجه لنا احنا كثير يعني اول ما نفتح الصف قالوا مرحبا كيفك كيف الحياه. فبالنسبه انا لي كيف الحياه راح تكون يعني شبهت هذا القهوه تحت يعني الوسط بتكون ساده. بعد الظهر تحت الوسط اخر الليل بتكون حلو كثير يعني بتروح على البيت بشوف اولاد وبشوف الدنيا صح بتكون حلو كثير الحياه. صح 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 تحت الوسط والله عجبني التعبير. ما هو هيك يعني طلع معي الشيء طلع معك هيك. علاء كم ولد عندك؟ ايه كم ولد وعندك؟ والله انا عندي بنتين وانا اعتقد ما صار لي شهرين في الاردن كنت 4 سنوات ونص في تركيا. عايش بتركيا كنت؟ كنت عايش في تركيا. ف يعني هي الحياه يعني وسط ومره حلوه وخلاط بتخلط فينا بس في النهايه حلوه لما الواحد بيشوف انه منتج إشي بالحياه بيشوف اولاده بيشوف اهله بيشوف ناسه يعني يعني حلوه بالنهايه حياه بتنتهي ما دام احنا متفاعلين وماشيين وبنصحى الصبح وبنحكي يا رب وتكون حياة حلوة. طب بدي أسألك سؤال هيك فلسفي شوي علاء بما أنك تغربت لمدة 4 سنوات ونص. تفضلي. اللي أصعب إيش أصعب غربة الأوطان أم غربة النفس؟ يعني في بعض الأشخاص بيكونوا بعاد عن وطنهم عايشين بغربة ولكن في بعض الأشخاص عايشين على أرض الوطن ولكن حاسين حالهم أغراب. هاي اصعب غربه انك انت تكون وبطنك تحس عليك انك انت تكون عندك شيء كثير داخلك بدك تنتجه بدك تعمله ومش عم بتحس حدا انه قاعد بسندك. الله عليك. طيب انت لما رجعت على بلدك الاردن الحبيب حس حالك غريب ولا قريب؟ شوفي انا رجعت على بلدي في شغله انا بحياتي ما كنت غريب عن بلدي. برافو الحمد لله. بس في شغله هي النقطه اللي انا شوي واجهت فيها صعوبه انه بدايه الامر واجهت شوي من الكآبه لانه احنا اخذونا هيبتنا كشرتنا فدائما اول 6 ساعات هذول بعد ما يطلع نهار يعني بعد ما نحكي صباح الخير 6 ساعات واحنا دائما كشرين يعني ضحكتنا مش عم تطلع من القلب الصراحه. طيب هاي دائما موجوده عندنا الاشي. طب الاتراك يعني أنا الاتراك بيضحكوا يعني شوف احكي لك شغله مثلا بصحى الصبح بدي اطلع مثلا يوم عندي شغل انا بدي اروح اعمله بصحى الصبح بصبها بنتي عمرها 4 سنوات الله يخلي لك يا رب الله يخليك فجد ابوسها هيك بقول لها بابا صباح الخير طلعت علي زي هيك يعني زي كنا بتطفشني كف يعني مالك يا بابا احنا متعودين على الصناعة ان انا اول 6-7 ساعات لازم نكون كشفين. يا سيدي يعني ما هو كمان الظروف اللي محيطة فينا ومش بس فينا في كل المنطقة يعني بكل العالم يعني بس انه يعني الابتسامة والضحكة يعني الابتسامة يعني والله يعني بالنهاية الحياة ماشية صح كشرت ضحكت والله صح بكيت الحياة حلوة ومش حلوة يعني فيها كل إشي بالحياة فيها المر فيها الحلو بس فيها ماشية الوسط ماشية فيها تحت الوسط الله عليك بالوسط الله يعني عليك. زي القهوة عندنا بالأردن زي القهوة تحت الوسط هذا هيك الله عليك. شكرا لك يا علاء الله يخلي لك بناتك وان شاء الله دائما بتحس حالك قريب وانت في بلدك لانه غربة النفس زي ما ذكرت صعبة جدا. الست ليندا صوالحة عمة الزميلة العزيزة والصديقة العزيزة جدا رهف. الست ليندا انت بتعرف قد ايه بحبك وبحترمك بتقول الحياة لحظات. لخصت الحياة بانه هي لحظات تختلط فيها جميع المشاعر الانسانية حب فرح حزن تفاؤل تشاؤم. صدقت يا ست ليندا الحياة لحظات. عنا فاصل بنرجع متابعينا ومشاهدينا الكرام كملين معكم بمشوارنا الصباحي صحصح برعاية أورنج بالاشتراك مع كارفور. معنا اتصال. ألو ألو مرحبا كيف نادية؟ أهلا يا حلوة أخباراتك أمورك مها حبيبتي يسعدك. شو أخبارك يا مها؟ ألو سامعتك أنا تفضلي ست مها. حابة أشارك معكم بموضوع اليوم. يلا هو بالنسبة لموضوع كيف الحياة مع الجميع يعني ما في يعني هي ما بتخلى صراحة ما بتخلى أكيد بس اللي بيعطينا يعني خلنا نحكي تفاؤل أنه يعني كل واحد عنده طاقة إيجابية نوعا ما نعم بيعدي زي ما بيحكوها بيعدوا المشاكل بيعدوا كل الضغوطات التفاؤل نوعا ما هو بيخلي الحياة حلوة. طيب شوفي بدي أعطيكي خيارات وتنقي بين كل 4 خيارات خيار. أوكي جاهزة؟ جاهزة. الحياة جحيم ابتلاء عقل قوة عقل
موت، فكرة، فن، حب. حب. معاناة، منافسة، إيمان، معرفة. معرفة. أمل أم نهايات؟ أمل. برافو عليك، شكرا يا أحلى مها بالعالم. في اقتباس بحبه من رواية موسم الهجرة إلى الشمال للطيب صالح، بقول فيها: إنني أريد أن آخذ حقي من الحياة عنوة، أريد أن أعطي بسخاء، أريد أن يفيض الحب من قلبي فينبع ويثمر. ثمة آفاق كثيرة لا بد أن تزار، ثمة ثمار يجب أن تقطف، كتب كثيرة تقرأ، وصفحات بيضاء في سجل العمر سأكتب فيها جملا واضحة بخط جريء. معنا فرح. ألو. ألو، صباح الخير. صباح الفل يا فروحة من جرش. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي، كيفك، شو أخبارك؟ فرح، أنت بتشوفي الحياة بتشبه اسمك؟ طبعا، كثير حلوة. إلك من اسمك نصيب، يعني بتشوفيها لكل امرئ من اسمه نصيب. أنا كثير بنظر الحياة بمنظورات حلوة، مع أنه كل إنسان في حياته مطبات، لكن هذا لا يعني أنه إحنا نشوف الحياة من زاوية مو حلوة. يعني الله عليكي، عرفتي كيف. بس أنا حابب أسألك كثير سؤال، تسمحي لي؟ تفضلي. أنا حابب، أنت شو رأيك بالحياة؟ كيف بتشوف الحياة؟ أنا بحسك كثير إنسانة متفائلة طموحة، حابب بصراحة كثير بهمني رأيك. يا حبيبة قلبي. شوفي فرح، أنا إنسانة متفائلة جدا وطموحة، بس أنا كمان في عندي جوانب معتمة بشخصيتي. أكيد كل إنسان عنده هذا الشيء. وأنا ما عندي نفس الكم من الفرح اللي بصدره للآخرين. يعني أنا من الأشخاص اللي للأسف الشديد مرات زي ما قلت لك في عندي خوف، خوف من الحزن بعز الفرح، وخوف من الفشل بعز النجاح. ولكن قدر الإمكان بحب أكون أشبه ابتسامتي، وبحب أكون أشبه الشعور اللي بيوصل للآخر من خلالي. لأنه أنا أحلى كومبليمنت بسمعها بحياتي يا فرح، بس أكون بأي مكان عام أو عبر السوشيال ميديا، إنه ندوس أنت بتغيري لنا يومنا، أنت بتخلينا نشوف الحياة بإيجابية. فأنا بتمنى أكون نادية اللي بتشوفوها على الهواء، اللي عندها الكم الهائل من الفرح داخليا أكون أحس فيه لهذا الفرح. لا يعني أنه أنا إنسانة متشائمة أو أني أنا إنسانة حزينة، بس دائما في عندي خليط من المشاعر يعني عايش بداخلي. فأنا بشكرك أنك سألتيني فروحة. جد أنت عارفتي، أنا كتير حابب أحكي لك شغلة كان بهمني رأيك، لأنه أنت غيرتي أشياء كتير فيه من لما صرت أتابع برنامجكم. شوفي، أنا عندي تفاؤل بالحياة، لكن حكيت لك الحياة ما بتخلق أحيانا من ضغوطات، من مطبات، من أي شيء كان. لكن لما صرت أتابعك وحسيت أنه ليش إحنا نحزن، ليش إحنا نزعل على أي شيء. فلما بلشت أتابع برنامجكم استوقفتني مقولة قرأتها مرة هيك على الفيس، يعني ما بعرف لمين بالضبط، بحكي: سأبالغ بفرحي يوما ما ثأرا من أيام خذلتني. فليش إن الواحد يعني مثلا يضلهم في مكانه، ليش الواحد ما يطلع بنظرة إيجابية، بنظرة تفاؤلية، إنه أنا صار عندي يقين إنه بكرة أحلى. يلا يلا نبالغ بالفرح أنا وياكي. خلاص تمام. أحلى فرح، إن شاء الله دائما مبسوطة. وأنا جدا 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 لما يسألوني بأي مقابلة شو رسالتك الإعلامية، هو الاتصال اللي حكته فرح: يكفي أن تجعل الآخر مبتسما، هذه بحد ذاتها رسالة إعلامية وإنسانية. صح 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 ص